شكرا الله وحياك وجهك وعلى كاملك. والله انتم تحبون السوالف. نعم الفصيحه الفصيحه الفصيحه. هذا طال عمرك. لا لا هذا طال عمرك. داك داك خلينا نتكلم. تكلم. هذا طال عمرك. الله يحييك. قاعد تخلص دقائق. هذا طال عمرك مره يخاطب فيها شيخ قريه وامير قريه وتاجر قريه وشجاع قريه ويخاطبون فيها رجل وايد من طيب المرضي. كل ما خطب فيها رجال قالت لا. طب كل ما خطب فيها رجال قالت لا. خلاص لا. كل ما خطب فيها رجال قالت لا. خلاص كل ما خطب رجال قال انا خطف عندنا في الارض دون. قال يا رجال الله يجوزك. روح روح اسلم. كيف في خصم في خصم كل ما خطب فيها رجال قالت عليكم من الخطبة وعفا. كل ما خطب رجال قالت لا. طيب يبقى قالت لا وش الهدف؟ أنا أقول لك ليش الهدف طال عمرك إنه يوم قالت لا هو كل ما خطب فيها رجال تمام. أنت سمعت العلم هي قالت لا. يوم جاء رجل او شيء خطبه وقالت لا ما حد جاء رجال ثاني قالت لا. شوف هناك 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 شوف على يمينك ما جاء خطب رجال قال شوف على يمينك الله على ابليس اسلم. تعال 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 اسلم. كل ما خطب رجال انت مجلس رسمي يا ولد اسلم. كل ما خطب فيها رجال هذا في بلاء قالت لا. كل ما خطب فيها رجال قال هاجاك لو قال خطب عندنا زان وعين قال يا رجال. اه كل ما خطب رجال قالت لا. سمعت الو كل ما يقول كل ما خطبت خطب الاول قال يشكي على الثاني اثر الثاني قال ايه يا سلام يشكي على الثاني يا طول العمر. قال انا قد خطبتها وعيت مني قال يا قال الله يرزقك ان شاء الله اللي يطيب منها. كل ما جاك التاجر قال يا الربع يوم يجتمعون في محل واحد خطبت عند فلان وعيوا قال يا رجال قد خطبنا يا قبلك وعيت منه. المهم يجتمعون الرجال كل ابوهم سته ادري سبعه وجاء امير القريه ادري هم فيها قال انا اللي بروح اخطب فيها. روح المخطب يا طلع مشامت معين منهم كلهم يا ام جاد كلهم يروحون كلهم صف لا عند لا عند هالمرض. سلام عليكم كيف الحال؟ قالوا قلت قلت شو انا واحد المره في الباب. قالوا يا مرة انت رديت لنا كل ابونا وانا اليوم امير القريه ذي كل ابوها وباخذك على سنت الله ورسول. قالت ها طيب روحوا بيجيكم مني خبر ها انتم معي. سلام راح شافت قالت هل لي تم تسجيل القهوه قال هل يبيني قال اللي قالت لي اللي يبيني منكم يلحقني لكن شرطي اللي بياخذني لا يذيني يعني لا على ما قال يمسكني طلاق نار ولا يقطبها اللي بيقطبها ياخذها. قال الرجال ابشر بس سعد قال الاول ابشر بس سعد وهم يطلعون شمس يروحون في بطن وادي وطردي. قالت اللي بيقطبني بدون ما يذيني انا يمسكني يعني ايه يمسكني يعني ماراثون او يلزمني او يتمكن من القبض علي. نعم ها الله الرجل طال عمرك اذا البطن الوادي اللي يطيع واللي يطيع عين الحيود اللي يطيع طال عمرك ما لعب العيله شوك ولا عيله عوش ولا عيله علوم. ها ليش الشيخ كذا طايح لا طايح على اخر واحد اللي هو طايح انت واحد شرب على راس رج من هنا ليه ورات عين الرجل تحت. قالت يا فلان يا فلان يا فلان تدري ايش قولكم ما مسكتوني. قالوا ليه ليه؟ قالت انا الدنيا كل اللي يطرد وراي ولا حد ماسكني ولا حد ماخذني الشيء اللي يبيه من الدنيا. طيب هذه قصه هذه قصه بشكل انها عن طريق انها ليت المايك عاد طافي. الا والله قصه مقوره هي والله. في طول عمر السلامه في طول عمر السلامه الانسان في الدنيا يسعى وراء امور الدنيا في حكمه عنده يسعى وراء امور الدنيا يسعى وراء امور الدنيا ولا ايش ولا ياخذ مبتغاه من الدنيا. حد في القبور لدى الحين في القبر والله العظيم لو يفتح القبور وتسالهم حققت اللي تبغاه يقول له والله باقي شيء وقده ما حققته. اي والله والله فاسال الله العلي العظيم بسلطانه الكريم ان يحقق امانينا وامانيكم واماني اللي شاهدونا. والقصه كانت ايش بمعنى ان الدنيا الانسان يطرد وراها يطرد وراها ولا يحب وهي فاني صح ولا على قول ربنا ولا على قول الشاعر. معليش اني خليت وقتكم الشيء الكثير والله يسعدك طول عمرك يا شاعر. تبون السوالف المليحه هذه من السوالف اللي على شبه النار اللي على على قصه سيف يستاهلون الشباب والله يشب الله يرحم شيبانك الله يشب وجهه وشب حظه بالعلم.